حضراتكم شايفين دلوقتي ده فريقنا هو بيعمل بوردنج في المطار، مطار ولايه بشار، عشان يروح. وزي ما انتم شايفين هم خلاص ركبوا الطياره، دي اخر لقطات وصلت لنا للفريق. هم دلوقتي ان شاء الله يوصلوا بالسلامه على متن الطائره متوجهين للعاصمه الجزائريه. كمان الفجر الرياضي قال ان اكد احمد فتحي ظهير